تصبوا هو مش ده مركز شباب المزاريطة؟ يا فين الشباب؟ فين الشباب؟ ما كله يا كيدز يا مسنين. بعدين يعني ايه مركز شباب؟ مركز شباب لك نادي جيم اصلا. يا ايه ده؟ مش ده حمدي كاتا؟ زي ما بعمل تعمله. تعال نشوفه. اهم حاجه التركيز، تبقى مركز انت وهو، وكل قوتك تبقى في الايد دي، وهوبا تستعد تماما وتروح نازل. يا حمدي بطل تعور واكشن. لا ما اهلا حضره العمده، ده ايه الخطوه العزيزه دي يا حضره العمده؟ ازيك يا حمدي؟ الحمد لله. يلا ادي انت وهو، يلا ارتفع، يلا تشطفوا، يلا يا اهلا وسهلا. والله المركز نور، والله سعادتك اول ما بتخش المركز بيزداد اشراقا كده. وبص لندوش حمدي، كفايه هري بقى، مش ممكن صداع. انا بدور على لعيبه امريكان فوتبول، بعمل فرقه فنون شعبيه عندنا هنا في حمدي. يا عم حمدي انا هفهمك، هو قصده فرقه كره قدم امريكيه. عارف عندك لعيبه ليهم؟ يا سلام، لو ما عندناش نجيب لك يا حضرة العمدة. بس عدم المؤاخذة، هي نهون دي؟ امال ايه؟ امال ايه؟ عارفها عارفها وواثق في نفسك. عارفها منين؟ اللعبة دي ناس لابسين خوذ بيجروا ماسكين كورة زي الشمامة. عرفتها، اللي هم بيقعدوا يعجنوا ببعض دول. اكزاكتلي. لا هو الحقيقة مش متوفرة في المركز دلوقتي، بس احنا بعتنا وقلنا يا جماعة عايزينها، والورق بتاعها ماشيين فيه، والموضوع خلص، وإن شاء الله هيركبوها في أول مايو. هو إيه اللي هيركبوها؟ أنا بكلمك على ترمبة مية يا حمدي، أنا بقول لك عاوز. بص انسى انسى أي حاجة. عندك أي حد ممكن يلعب اللعبة دي؟ بطل كمال أجسام، بطل حملة أثقال، بطل جمباز، بطل باليه مائي، أي بطل. أيوة بطل. أبطال يا عمدة. عايز بطل. ما أنت ما قلتليش، ده ما أكتر الأبطال عندنا هنا. عايز إحنا واحد. عندنا بطل العالم في أفريقيا في رفع الأثقال، متخرج من هنا من المزاريطة. إيه ده؟ وده لسه موجود لحد دلوقتي؟ أمال إيه؟ يا كابتن توفيق. كابتن توفيق. ما شاء الله، شوف الجسم، فين شوف القوة، ما هو اللي جاي ده الكاوبوي ده. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الكابتن توفيق يا جماعة ده معاه بطولة العالم سنة 74، وفضل محافظ على اللقب 3 سنين، 74 75 و76. طب سؤال بس معلش، هو ده 1974 قصدك ولا 1800؟ هو ما كانش فيه ورق أيامية، يبقى 1800. سلم على العمدة يا كابتن. ازيك يا عمدة؟ أما بيج فان، أما بيج فان. خش استريح يا حاج، خش استريح، ربنا يديك صحة. عايز حد عايش يا حمدي، عايز حد عايش. ما عايش الراجل وبتنفس. بص سيادتك أي حاجة فيها الروح ما تقلقش منها. توفيق مش عاوز توفيق. مش توفيق. مش عايز توفيق، مش عايز توفيق. شوف لي حد صغير. طب ما تقول يا حضرة العمدة من الأول بدل الدخة دي، عيل صغير شبر يعني. بيقول لك على الشبل شبر. يلا يا عم نمشي، احنا بنضيع وقت. يلا جوني اصبر بس شويه. لعلمك بقى انا حمدي كاتا ده متفائل. ايه ده؟ شيكابالا. ده شيكابالا بقى ده اللي جاي، عنده استعداد يقعد 3 ساعات ينطق الكوره ما يونش ما يزهقش. نطق يلا وارمي بيه. طب ما عادي ممكن نطق اسبوع، ما هو ماسك الشبكه بايده. حبيبي حبيبي روح روح، ما تسمعش كلام من الراجل المجنون ده، وروح اتشطف مع زملاتك في الترع. يلا ليه كده؟ ده انا المدرب بتاعه، وبعدين ده عيل صغير بس بذرته حلوه. لا ما هو باين البطزايه مبشره فعلا. ايه ده؟ مين الاسانسير اللي هناك ده؟ ده كابتن مناع، ده بطل العالم في رمي القوس. امال فين القرص؟ لما انا سحبت القرص منه، بسيبه يتمرن كده. بيني وبينك عامل لنا مشاكل بيه، يرمي القرص يا اما يطلع بره المركز، يا يخش في شباك يكسره، يا اما هو اللي وقع طياره له كيربي. او ماي جاد. طب انا عاوز مناع، ده عاوز مناع. يا سلام، غالي والطلب رخيص يا حضره العمده. هدي لك مناع وفوق منه هديه من عندي الكابتن توفيق. كابتن توفيق. مش عاوز توفيق يا توفيق. مش عاوز توفيق. امشي يا حاج، مش عاوز توفيق. انا لو لازم تديني حاجه فوقه اديني القرص، مش هاخد توفيق.
ده راجل كبير في السن وبطل متقاس، والنبي ما تكسر نفسيتك. طب ليش قلبي بقى يا حمدي؟ تعرف معلش والله هينفعك، وبعدين مش هيكلفك حاجه غير اكله وشربه وباكل معاه. لا والعلاج والقسطره، انا عارف هفتح على نفسي فتوح. لعلمك بقى يا حضره العمده، الراجل ده متاسس صح ومتغذي على السمنه البلدي، يعني صحته احسن مني ومنك، وبعدين عنده عنصر الخبره. بعدين راجل بركه، خده. بس عجوز وكل الرياضة ضربه يا سيدي، هيشتغل. لو باظ منك في أي وقت هاتهولي وأنا هرجعه وأديك بدال. ماشي خلاص، هاخد مناعة وهاخد فوقه وتوفيق، بس هاتلي العلبة والشاحن بتاعه.